اليوم أجواء مثالية جدا، طقس رائع، جو كورة كما يقال. يا إلهي على هذا الحضور الجماهيري الكبير، على هذه الأجواء، على الشغف الموجود في المدرجات، على الروح الكبيرة اللي نشاهدها عند المشجعين. كل شيء أصبح جاهز، البقية على اللاعبين ليظهروا إمكانيات ويقدمون أداء ممتعا في مباراة اليوم. يا سلام على هذه الأجواء غير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى. جوردي ألبا، لمسة على اليسار، كرة تعود إلى منتصف الملعب. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير ليفاندوفسكي. مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. ليفاندوفسكي يعترف هنا بروعة هذا الإنقاذ، روح رياضية جميلة في الحقيقة. جرافنبرش، برشلونة ممكن يستغل هذه الفرصة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. جرافنبرش، بايرن ميونخ لم يعرف شكل حارس مرمى الخصم في هذه المباراة. غوريتسكا، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. بيدري، تمريرة جميلة تخترق الدفاع، إمكانية مرتدة لها. ليفاندوفسكي، يبحث عن المهاجم. غوريتسكا، فيران توريس، بيبي يمر بشكل جميل، تصويب على المرمى. المدافعين يحاول استفادة من زاوية في جانب الملعب. بوسكيتس، كيميتش يشتت الكرة بعيدا. بيكيب، وصلنا الآن إلى منتصف المباراة. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل الأبيض بدون ساديو ماني. بايرن ميونخ يحاول فرض نفسه على المباراة هنا بأسلوبه المعتاد من خلال امتلاك الكرة وحرمان الخصم منها، حتى يتملكه اليأس تقريبا، بالتالي يجد هو المساحة اللي تخليه يقدر على صناعة الفارق. طريقة تحتاج إلى تركيز وصبر وهدوء بالتأكيد. الكرة ملعوبة من مسافة. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه.
جنابري دي لخت. يا ترى هل نرى أهداف في هذه المباراة أم تستمر السلبية؟ لمسة إلى الهجوم، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. بيدري كيميتش والكرة تجاوزت الخط هنا. Substitution. Substitution on the field, number 10, Leroy Sané. Number 38, coming on the field, Sadio Mane. Eric Choupo-Moting. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. تمريرة بينية تبدو خطيرة. يسيطر على الكرة، لمس كرة راسية. الله على هذا التألق لحارس رائع. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. Substitutions taking place. تغييرات عديدة الآن. يلعبون ركنية قصيرة، يلعب العرضية. سابيتزر يشتت الكرة. دي يونغ عند مساحة خالية على الطرف. الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. جنابري يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. 90 دقيقة من الركض لم تكن حاسبة. هيا بنا إلى أوقات إضافية. رغم أنها 0-0 أظننا استمتعنا بهذه المباراة. أداء كان عالي من الطرفين. 90 دقيقة من اللعب بدون أن يتمكن أي من الفريقين في حسم الأمور. سنذهب وإياكم إلى أوقات إضافية. يعود شوط المباراة الثاني وتنتظرنا 45 دقيقة أخرى من الإشارة. كرة من جهة اليمين، فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير. تمريرات قصيرة رائعة وسريعة. أوه، تدخل جميل واعتراض أجمل. بايرن ميونخ غير قادر على صناعة الفارق رغم التمريرات الناجحة الأخيرة. ربما عليه التقليل من التمريرات أو محاولة تسريع الرتم بعض الشيء. ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. جوردي ألبا يطلق الحكم الصافرة. وصلنا إذن إلى نهاية الشوط الإضافي الأول. لا تزال المباراة خالية من الأهداف، لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل يحدث الفارق بسبب خطأ تحكيمي أم مهارة فردية أم كرة ثابتة؟ كل شيء يظل وارد.
Substitution on the field. Number six. الفرصة الأخيرة للفريقين، وبصراحة أرى أن الإرهاق بدأ يظهر على لاعبي الفريقين. هل تبقى لديهم أي شيء من الطاقة من القدرة على تحقيق الانتصار؟ أسئلة كبيرة سننتظر وإياكم الدقائق القادمة. الحذر كان يغلف الدقائق الماضية من المباراة، وصلنا إلى 105 دقائق بدون تسجيل أي هدف. ينجح في قطع الكرة. سابتسن يحاول أن يلعب كرة بينية. جوبو موتينغ يلعب كرة قصيرة، يلعب كرة أرضية إلى القائم البعيد. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. سابيتسر، ماني يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. إذا صافرة نهاية المباراة، انتهى كل شيء، والخيار الأخير سيكون ركلات الترجيح. 120 دقيقة من اللعب لم نشاهد الأهداف بحكم القوة الدفاعية للفريقين في هذا اللقاء. إرهاق كبير، تعب كبير لدى كلا الفريقين. تركيز مطلوب، ثقة مطلوبة، ركلة جديدة قوية وجميلة. فيران توريس عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. تصدي غير عادي، حارس كالف. فرصة هدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم. تسديدة في أعلى الزاوية اليسرى. ثاني اللاعبين مسددين. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. الدور الآن على ثالث اللاعبين. بدا لي أنه لا يوجد مشاكل عند هذا الحارس. تألق مرة أخرى. ثالث منفذي الركلات. هدف من أجل البقاء في المباراة. مع هذه الركلة هل ينجح في تعميق جراح الخصم؟ جول وتقدم بهدفين الآن. برشلونة عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق بايرن ميونخ. فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة. على الرغم من صعوبة المباراة نجح الفريق في الانتصار في النهاية. كانت مباراة صعبة جدا، عصيبة، طويلة، ودائما ما تكون ركلات الترجيح هي الطريقة الأصعب لإنهاء المباراة. لكن أظن أنهم أبلوا بلاء حسنا بالسيطرة على أعصابهم والفوز. الآن نودعكم على أمل أن نلتقيكم في مباريات كبيرة مثيرة، لا تذهبوا بعيدا، كونوا أوفياء مع هذه اللعبة الجميلة ومع هذه المباريات الممتعة. إلى اللقاء.